الصراع الدموي في العراق وفلسطين مرورا بلبنان، هل هي حرب للتصدي للمشروع الامريكي في المنطقه؟ يا بنتي كفايه اللي بنشوفه ده، دمنا بيتحرق. ما كل يوم بنتفرج على المناظر دي، في حد بيتحرك ولا في حاجه بتتغير؟ هو بقالنا كام سنه كل يوم تتاخد مننا قطعه، كل يوم تتاخد قطعه. انا حاسس بعد كده هيعملوا اوفر، اللي ياخد قطعتين ياخد قطعه هديه. اه والله الشعوب العربيه يا عيني حالها عامل ازاي دلوقتي؟ النص جاله السكر والنص التاني مش لاقي يشتري السكر. سيبك من الموضوع ده وخلينا في علاقتنا. علاقة ايه مستر فوزي؟ لا 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 بلاش مستر فوزي، شيلي الالقاب بقى. يعني قولي لي يا استاذ فوزي يا فوزي بيه، لعلمك انا عادي مش معقد. اوعى ايوه اي كده فرفشي فرفشي كده. علاقتنا مش المفروض تتطور شويه؟ نطورها ازاي يعني؟ يعني استلطاف، استظراف، اغتصاب. هي فهمتني غلط ولا ايه؟ أبو شامة وعلامة. نهارك اسود، أنا قلت الراجل ده بيجيب بنجلاديش جديدين في البيت. سلوى ماي دارلينج، سلوى ماي لاف. اخ يا سلوى، اخ يا سلوى، لو كان الامر بيدي كنت اعلنت الخبر للعالم كله. لكن هذا مستر فواز، هي دونت لايك ذا دوجز. ممكن هو اذا يعرف ان انت موجود هنا ممكن يقول انت وخان سوا اطلع برا. اذا صحيح الشكوك اللي جوايا، مش معنى يا فندي ان اخويا مديك الامان وسايب لك بيته تبرطع فيه انك تسمح لنفسك تمارس الرذيله والفشحاء. مستر فوزي انا اخرس. اما لو كنت وسيم شويه كنت بهدلتنا يا واد ولا ايه؟ ها ماشي. اسمها ايه القطه؟ هذا مو قطه. اسمها ايه كتكوته؟ هذا ما في كتكوته. انا مش هطلع لها باسبور، وبعدين انا مش شايف بني ادم، شايف قطعه. مين دي؟ اسمها ايه؟ سلوى. سلوى؟ اسمها بالعربي ايه؟ سلوى. سلوى. لو سمحتي يا اختي سلوى قومي اطلعي بره البيت بدون شوشره. خلص خالص. استنى عليا. لو سمحتي قومي بدل ما اشد اللحاف واشوف حاجات انا هموت واشوفها. كده؟ اوكي. كلبه؟ ذاكر كمان؟ هذا كلب المرهومة زوجتي الله يرحمه. هذا زوجة مالنا كان فيها. انت يعرف هذا مستر فواز لو يعرف انه هذا كلب موجود ممكن انا وهذا كلب سوا تردي برا. استغفر الله العظيم، ظلمتك يا خان. ورغم ذلك كلام اخويا فواز لازم يمشي، الكلبة دي لازم تطلع برا البيت. اطلعي برا البيت يا كلبة يا بنت الكلب. يا كلاب ده انا يا سلوى، انا حدش غريب. قول لي وحياة ابوك ازاي انت والكلبه بتحبوا بعض كده في حين ان الجنسين مختلفين خالص؟ هي كلبه وانت هندي. يعني العبها، ادلعها، اغني لها. تغني لها؟ ده انت اكيد في ملعبي. بتغني لها ايه؟ اغني لها اغنيه عندي واجد حلو قبل النوم. كلمات الاغنيه تقول चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे. अरे चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे. आने वाली कब आएगी कोई ते बता, ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता. आजा 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 आ चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें
से हम उसका पता आजा 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 आ انت ازاي تسمح لنفسك تبص على حد ويبص على خرم الباب مع حد ها ها الله على فوزي ويا طالعه من حنكك اصل احنا عندنا في مصر ساعات نقول على البق حنك انتوا هنا بتقولوا عليه حنك ايه بتعملي ايه في نص الليل ابدا كنت ببعت جوابات لخلاني وعمامي في ايرلندا ايه ده خلانك وعمامك في ايرلندا ربنا يجيبهم بالسلامه بقولك ايه ما تيجي نطلع نقعد فوق السطوح القمر فاضل له ساعه ويطلع لا عايزه انام عايزه تنامي طب قشطه صباح الخير صباح الخير صباح الخير معلش اصلك نسيتي تقولي له انت من اهله قشطه صباح الخير الصور دي وصلتنا بعد ما حطيناها تحت مراقبة فترة طويلة وعرفنا عنه كل حاجة نقطة ضعف نقطة قوة حطينا عينينا على بيته شغل ابنه على مستوى البيزنس حصرناه من كل ناحية طب نفترض انه رفض ما رضيش برضه على بيع الشركة في اتنين حل حل بيزنس اعطاله اوردر الدواء بتاعه واضغط عليه لاخر نفس في حل تاني ديرتي أنا أفضل نخليه آخر كارت. أوكي. I will try مستر روجر. قال لك إيه مستر روجر؟ عاملين خطة محكمة عشان فواز يبيع. جو، it's our chance. It's our chance, جو. أنا سمعت كل حاجة. إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. كله شانس 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 يعني انت ما بتفهمش انجليزي؟ مين اللي قالي كده؟ انا بتكلم انجليزي لبلب لبلب بس ما بفهموش الحقيقة مين القط اللي بيضحك في وسطينا؟ ما عرفوش مين الاخ أمر؟ انا جو هيفيدني بايه جو في دبي؟ اخويا بيته مليان فاكهة مش حرمنا من حاجة ما شاء الله انا جو من سكرتارية مستر فواز موظف عندنا أيوة. جو خلي بالك من شغلك شغلك الفتره اللي فاتت ما كانش عاجبني يا جو امور لابس اسود قشطه مجنون ده ولا ايه طب استاذن انا عشان الحق مستر فواز عشان نلحق الطياره باي جو عايزك ثواني جو باسبور مستر فواز حاول تضغط على فواز جامد عشان ناخد بقيه الكوميشن اوكي انت عارف لو الموضوع ده تم هيحصل ايه عارف هيحصل ايه المهم انا هتابعك من هناك بالتليفون اول باول وهبلغك بكل التطورات اوكي ما تعرفيش قاعه ان شاء الله ان شاء الله ادي عارفه ان شاء الله ادخل فيها لوحدي كده اغني وانشر صوتي بقى اي قاعه لا ما اعرفش ما فيش غير اوتيل مستر فواز مستر مين هو مستر فواز اخويا عنده اوتيل اه ده من اكبر الاوتيلات اللي في البلد انا مالي كبير ولا كام اوضه ان شاء الله ريسبشن بس وفوقيه اوضه قد كده المهم تحت في قاعه بيغنوا فيها شور شور عنوانه فين مدير الاوتيل فين مدير الحفلات انت ما ينفعش كده ايه مش اوتيل اخويا مين الحيوان ده اللي بيزعق ايه غراب ده مستر فوزي اخو مستر فواز اهلا وسهلا يا فندم بلبل كروان شرفت ونورت الاوتيل يا فندم بعدين هحاسبك على اللي قلته بقول لك ايه يا قاضي بتعملوا كم فرح في الاسبوع بنعمل فرح يوميا وبجيبوا متروبين ها من كافه انحاء العالم بتقولها في وشي وحط لهم صور كمان هات لي مصوراتي طب ما نجيب ليمون اسقع خلي الليمون بعدين هات لي مصوراتي ليه عشان ما فيش صوت هيدخل الاوتيل ده بعد كده غير صوتي انا يا ميه من تحت تبني وداع يا بنت الحلال
مش بعتي كل حاجة كمان هتاخدي العيال على جثتي العيال ظلم الزمن وحاكم كسر وجاب الداغ احنا ما بينا المحاكم مش هدفع قرش ساغ ظلم الزمن وحاكم كسر وجاب الداغ احنا ما بينا المحاكم مش هدفع قرش ساغ انت اللي طلبتي تطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي انت اللي طلبتي تطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي تصدقي 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 لسه شاري لك جونيلا فستقي ما تستاهليهاش ايه ده؟ كلام اغنية جديد؟ لا استقلتي الاوتيل كان محجوز لغاية 2017 الكل كنسل الحجز بسببك قولي هلا نعم قولي هلا نعم انت جمعيات حقوق الانسان في العالم عندها علم بصوتك لا لسه معرفتش انا هبلغها ايه ده كمان؟ قضيت نص عمري عشان اخد اقامة دبي خلاص مش عايزها هاتيلي كبريت اولع في نفسي يا جمانه انا فشلت يا جمانه الناس بطلوا يعملوا افراح في الاوتيل بسببي افرحوا افرح يا مطربين الخليج افرح يا عبد الله يا رواشد ارقص يا نبيل يا شعيب زغراتي يا تامر حداد هلا هلا والله هلا هلا ايه اللي في ايدك ده الباجور بتاعي جبته مخصوص معايا من مصر عشان اي لحظه فشل اولع في نفسي واخلص سيبك من الكلام ده عايزك معايا ايه عايزك ايه؟ معايا اخيرا سبت مشاعرك تاخد راحتها انا كان قلبي حاسس اول ما جيت دبي وشفتيني عينك بزت عليا كده وقالت فوزي وراحت راجعه تاني مش وقت هزارك يا فوزي يا سيد عمال يكسر في اوضته الواد يا زيد انا مش مرتاح له مش حلو الواد ده من جوه فاكره اما لسعني بالقلم على السفره اول يوم اجي فيه انا احنا عندنا في مصر اللي يضرب عمه تطلع امه في ليلتها تعالى معايا نهدي ده عدم مروح بابا معاه البيرنتس ده مأثر فيه جدا وعامل له ازمه نفسيه جامده عامل له ايه؟ ازمه نفسيه اوعى ابن اخويا انا عنده نفس ازميه ايه ده ملك يا زين طب يا زيد يا حبيبي هاجي لك وقت تاني شكلك مجنون دلوقتي باي باي مزحه قويه والله قويه اقول لك ما تدري يا جو ليش انا اضحك ليش مستر فؤاد والله ما تدري لا ما ادري والله اضحك والله موت من الضحك هم يفتكرني غبي كل اللي قاعدين فاكرين اخوك غبي ما يدروا ان انا اذكى من اللابتوب هذا والله اذكى منه بكل اشكاله وانواعه صار في مساومه وصار في تعطيل لشحنه الدواء حقتنا وصار في نوع من انواع الضغط ترى الضغط يا جو ما هو الضغط حق 170 لا 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 الضغط الثاني الضغط على الرجال سوري مستر روجر مستر فواز نحن نحبكم حان وقت توقيع العقد وراس ابوي وراس ولد يزيد ما وقع هات هذا ما في توقيع فهمهم تاخر شحنه ما تاخر ما ورا شيء مرتي ماتت ولدي بيلعب طيره مع البزوره ليش اوقع ما في توقيع اسحب
فوقهم. أهلين مديحة يا أهلا والله بهالطلة اشتقنا لعيونك. ما في توقيع فاهمين ولا مفاهمين؟ يا جو أنا طالع على الأوتيل بدي أخذ شاور، بدي أنضف بعد الجلسة التعبانة هذه. الله لا يمسيكم بالخير. سوري سوري الموضوع ما انتهاش. مستر فواز أرجوك اهدى.